أبدأ. يا أهلا وسهلا باشمهندس نادر. تمام يا باشا، تمام يا باشا. باشمهندس إسماعيلية. محمد صبحي من إسماعيلية، مهندس زراعي. تمام يا سيدي. أستاذ محمد شكرا خيرنا، مهندس إلكترونيات وفني صيانة. أهلا وسهلا، تمام يا عبد الرحمن السيد بره من صندوق مركز الأدب التعليمي. طبعا مصر. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ومعكم نيبة من حسنية. أهلا وسهلا عليك. انت مصري يا بيه؟ فين ولا ايه يا جماعه؟ احنا اخوات كلنا. ابو ايمن وفي في المويه. مبدئيا يا جماعه احنا في الاول وفي الاخر احنا اخوات. محدش يتكسف من اي حد. خدت بالك احنا من ايدكوا دي لايدكوا دي. اتكلم يعني اكنك انت بتتكلم مع نفسك كده، مش بتتكلم حد غريب، احنا كلنا اخوات. عندك اي حاجه عايز تسال عليها اتفضل. انا موجود، عاوز اقول لك انا المروات، كلنا اخواتكم. محدش يتكسف. معانا ايمن الشراوي من ابو كبير، قواد مسلحه وهاوي يعني. هو انت حاجه مرات مصر عربك مصطفى ابراهيم، موظف من ابو كبير، فني لف مواتير وسنه الثلاجات ان شاء الله. اهلا وسهلا. احمد عيد الفداوي، المنزله ده اهليه، فني سنه اجهزه منزليه. اهلا وسهلا. سعد جمال عبد الباسط، مركز بالاس ده اهليه، ان شاء الله نوقع ان شاء الله. احمد جمال، مركز اجمال منوفيه، مبتدئ على دماغنا يا باشا. نبيل عبد المقصود العراقي، مدرس صنعة التكنيك وفاضل بدأ ان شاء الله في المسار. سامح عبد الوهاب فتحي، اهلا وسهلا بحضرتك. عمر طيران عاشور رمضان، مهندس في العراق. اهلا وسهلا بك يا هندسه. ابراهيم محمد من عاشر، مهندس في مصر سابقا وحاليا في تشيل. اهلا وسهلا بيك، نورتنا. احنا صور محافظه جينا فني تكنيك. اهلا وسهلا بيك. محمد مغاوري من السويس، مدير اداره الصيانه في شركه بترول. اهلا وسهلا، شرفنا نكون مع ابو زياد وابو مروان يا باشا. ده الشرف لينا والله، والله الشرف لينا، الشرف لينا، منورنا.